هلا نحن جميعا بنعرف انه او بامير عبد الله قرطاش هذا اللي استلم ولايه تنظيم الدوله. طبعا جميعا نعرف انه كان هو اسير سابقا، وكانت احدى الشروط سبب اخراجه من المعتقل هي يعني حتى يخبر عن قادات لتنظيم الدوله. طبعا جميعا بنعرف انه هذا التنظيم عباره عن كرتوني، يعني عباره عن دوله كرتونيه، لا يعني اصحابها ما عندهم يعني مبادئ ولا اي شيء، بالعكس كانوا ضرر كثير للناس. اكيد هذا الامير خرج وصار هو امير بعد ما تولى، اكيد انه فسد او انه خبر على عناصر وعلى امراء خاصه بالتنظيم. طبعا الفكره الاساسيه انه هو استطاع انه يجلب عناصره بالحكي اللي صار، حتى يعبي مخ العناصر بيحشي مثل ما بده، بيوجهها مثل ما بده. فهذا الشيء كلياتنا بنعرف انه هو او جميع الامراء او جميع هاي الشيء هو عباره عن كرتوني، فهو وهم يعني. فأظني او 100% انه فسد او خبر عن عناصر كانوا مطلوبين دوليا وما زال عم يقوم بمهمته، ويعني مره بيطلع خاين بالنسبه لعناصره ومره بيطلع امين بالنسبه لكل الامراء اللي عنده. طبعا معروف انه بسبب ثقه البغدادي الشديده فيه انه ولا على كثير من الامور الحيويه والمفصليه بتنظيم داعش. فطبعا بعدها يعني وحتى اوصى انه يكون خليفته يعني في حال قتل او هيك. طبعا هو كشخص يعني ما بيثق في، انا حسب ما قرات ما بيثق هو لا بالمجاهدين العرب او الاجانب، ما بيثق لانه بيعتبر مثلا انه عندهم خلفيات مخابراتي. هلا صار حدث انا قراته يعني انه صار خلاف بينه وبين ابو بكر البغدادي قبل بشهر من مقتل البغدادي. ففي يعني ناس او ممكن حتى عناصر من التنظيم رجحت انه ممكن يكون هو سبب الخيانه، انه يعني اعتبروا انه هو ممكن يكون خلفيته مخابراتيه او هيك. ف طبعا لاحقا بعد ما قتل ابو بكر البغدادي وتولي الحكم هو صار في خلاف ضمن عناصر التنظيم انه يعني انه هو أميرهم أو لا، أو يوافقوا على الموضوع أو لا، صار خلافات بس ما تطورت لحد كتير كبير. إنما يعني وقفت عند سقف معين أو عند حد معين. هلأ لاحقا وبعد عملية الباغوز أو بعد ما انتهيت عملية الباغوز، طبعا هو كشخص قاد هالتنظيم هذا قدروا أنا حسب ما قرأت إنه يعملوا أكثر من 5000 عملية حول العالم يعني. ف يعني من بعد عملية الباغوز لحد هلا. هلا مثل هاي الشخصيات يعني منتشر عنها معلومات كثير وبنقرا عنها وكذا، بس انا بعتقد انه هي شخصيات غامضه، قله قليله كثير اللي بيعرفوا عنها الحقائق. هلا انا من المعلومات اللي بعرفها او الشيء اللي قراته عنه انه هو اسمه امير عبد المولى، هو له اكثر من اسم بس هذا الاسم يعني شفته انا او اكثر شيء علق في بالي.
هذا الشخص انسجن ببغداد او بمطار بغداد مع البغدادي، وهنيك يعني بهذا السجن وبسجن ثاني انتقلوا لألو انا ما بذكره منيح. هذا السجن خلال فترة هاي السجن نال ثقة البغدادي يعني، وخلينا نقول هذا الشخص اللي الوحيد اللي خلينا نقول اللي بيثق فيه البغدادي ثقة مطلقة. طبعا هو كشخصية معروف عنه انه هو شخصية خلينا نقول عدوانية عدائية، يعني عادي القتل عنده والسبي يعني كلها هي تعتبر طبعا جرائم كلها عنده هي شغلة عادية يعني. انا بعتقد انه هاي الشخصيات يعني هي ابدا ما بتشتغل ب يعني بالدين الاسلامي، لانه ديننا مو هيك ابدا. هودي عم بيشوهوا الدين، هودي في شيء غلط يعني ما بنعرفه ليش بيتصرفوا بهالطريقه العدائيه والاجراميه وبيستعملوا اسم الدين.